بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غادي نتكلم فيه على هذا المشروع ديال التكوين ديال اللقاء التواصلي. علاش؟ باش نتجنبوا الأخطار اللي يمكن يوقع فيها وليداتنا في العطلة الصيفية. غادي نتكلموا في هذا اللقاء التواصلي بالخصوص على واحد جوج الأخطار اللي هي في الحقيقة مدمرة للأمن. الخطر الأول كيتجلى في الإدمان على الإنترنت، الألعاب الإلكترونية، مواقع التواصل الاجتماعي، المواقع بشكل عام. هذه كتسبب للوليدات واحد العدد كبير ديال الأضرار، لا على مستوى التحصيل العلمي لأنها كتهلك التركيز والانتباه والذاكرة، ولا على مستوى الجانب الأخلاقي والجانب الاجتماعي كيولي الوليدات منطويين وهكذا. وكذلك الشأن بالنسبة للمجال الأخلاقي، لأن واحد العدد كبير ديال الوليدات الآن اللي أصبحوا ينحرفون عن طريق تعاطي مواقع التواصل الاجتماعي. وملي كتجي العطلة الصيفية وليداتنا كيوليو كيتعاملوا بهذا الشيء بواحد السيبة كبيرة، كنعياو نحضيو فيهم العيون نهضرو ونتكلمو وكنهرسو راسنا. ولكن كاين بعض الوليدات اللي كيشدوا الليل كامل وهو ناعس مع واحد البورتابل، كيبقى يقلب هنا وهنا وهنا من اخره. فهذا شيء مدمر وخطير، وعندنا حالات اللي شفناها وصلت لواحد المستوى ديال الدمار الشامل. كاين وليدات اللي تبلوكاو ووقفوا من القرايه بالمره. عندنا تجربه مع وليدات الابتدائي، طبعا المستوى الخامس والسادس هما اللي شفتهم، وليدات الاعدادي كذلك، وليدات الثانوي، عطات واحد النتائج عظيمه. علاش؟ ملي كنتكلم انا كمتخصص معاهم، ماشي هو يتكلم باهم ولا ماماهم، واخا تقول لهم داكشي اللي غنقول لك انا، ما غيسمعوش منك، لانه كما يقال مغني الحي لا يطرب. اذا حنا عندنا طرق وتقنيات اللي في اطار الحوار مع الوليدات والتقرب لهم غتقنعوا بانه خصو يستعمل هذا الشيء، ولكن بطريقه امنه وطريقه محدوده وفي اوقات محدده جدا. النقطة الثانية اللي هي أيضا خطيرة وما كينتبهو ليهاش بزاف الأمهات والآباء، اللي هي الاختلاط الغير المنضبط لا مع الأقارب ولا مع الجيران ولا مع الأصدقاء. ملي كتوصل العطلة الصيفية كنمشيو نتزاور، ولكن بعض المرات ما كنحضرش الوليدات اش كيديرو، ما كنشوفوهمش فينا هما. يمكن كاين بعض العائلات اللي كيصيفطوا بنيته ولا وليد كيبقى اسبوع اسبوعين عند خالته عند عمته عند جداته، ولكن ما عرفوش كيوقع تما. ولذلك رايت في مجال الاستشارات اللي كنشتغل عليها واحد العدد كبير ديال الحالات ديال التحرش، اغلبها ان لم اقل كلها وقعت خلال العطل المدرسيه. علاش؟ لان كنامنوا، وملي كنامن انا تما كيدوز ليا الخطر. فلذلك عافاكم، حرصوا على وليداتكم، احتاطوا، وما كاين لا هذه بنتي سهله ولا هذا ولد خالتها ترونكيل، لا، هذا الشيء راه ماشي تا بخاطرهم. كاين عندنا فتان، الوليدات كيشوفوا بعض المشاهير الجنسيه، الوليدات كيشوفوا بعض الافلام وبعض المسلسلات، فإذا خليتهم بوحدهم وعطيتهم وقت كبير اكيد ان ممكن يوقع الخلل ويوقع الغبش، ومن بعد كتكون الاثار ديالو النفسيه وخيمة على البنت وكذلك على الوليد. الاختلاط مع الاصدقاء ايضا، ملي كيكونوا عندنا وليدات ولا بنيدات كنطلقوهم يخرجوا بوحدهم في اي وقت يذهبون ومع من يذهبون، يمكن لوليد الحالات كلها اللي كنعرفها انا اللي تعرضت للادمان بدات التدخين في السنوات الاولى الاعداديه، اما في السنه الاولى ولا في الثانيه. علاش؟ بسبب رفقاء السوء. اذا العطله الصيفيه منها كيدخلوا لنا بزاف الافات السيئه، فلا بد اننا نتعلموا كيفاش نتعاملوا مع وليدنا. هذا الدوره وهذا اللقاء غادي يكون لقاء تواصلي بسيط. انا جلست مع الوليدات ديال الابتدائي والاعدادي والثانوي سويه على الكل، واحد 30 40 واحد سويه واحده، واعطت نتائج عظيمه. حنا غنديروا واحد جوج سويعات. انا شخصيا ساشرف على التكوين وعلى اللقاء التواصلي لا مع الاباء وكذلك الابناء، مع مساعده بعض المتخصصين الذين يشتغلون معنا في مركز نجاح. اذا السؤال المطروح الان، الوالدين فين الدور ديالهم؟
انا كنعتقد واحد العدد كبير ديال الوالدين كيجيب لك ولده يقول لك ها هو ولدي تكلم معاه. انا كنقول الا وعينا الاب وفهم وعرف المسائل غادي نتجنبوا على الاقل واحد 75% ديال الاخطار اللي يمكن تعرض للوليدات، وغادي نساعدوا الوليدات باش يطوروا المؤهلات ديالهم والقدرات ديالهم والايجابيات ديالهم بواحد النسبه كبيره وكبيره جدا. فلذلك انا لا يمكننا ان نقبل الولد اللي غادي يدخل اللقاء التواصلي ويتسجل معنا والاب يقول لك انا هضر غير مع ولدي، انا لا اقبل من لا يحضر الاب بوحده، وكذلك الابناء كل واحد حسب سنه سنقسمه تقسيما واضحا ان شاء الله تبارك وتعالى. اللي بغى يسجل معنا في هذا اللقاء التواصلي فين غادي يكون؟ غادي نحاول يكون في اغلب المدن المغربيه المعروفه، نحاول ما امكن. إذا تجمعوا لنا مجموعات في مدن صغيرة يمكن أن ننزل لكي نقوم بالدورة وباللقاء في المدن الصغيرة، ما عندناش مشكل. طيب أنا بغيت نسجل وليداتي، أش غادي ندير؟ غادي ترسل لنا الاسم ديالك والمهنة ديالك والسن ديال الوليدات والمدينة فين غادي تسكن، غادي ترسلها لنا على الرقم ديال الواتساب اللي غادي يبان الآن أمامك على الفيديو. صيفطونا وصلوا لينا على الرقم ديال الواتساب، وديك الساعه حنا غادي نتواصلوا معك وغادي نعطيوك التاريخ بالضبط. نحن سنبدا ان شاء الله تعالى تكوين انطلاقا من يوم السبت 23 في هذا الشهر ديال جوان ديال يونيو. غادي تبدا اللقاء، اول لقاء غادي يبدا في مدينه الرباط، فهنا كنصح الناس ديال الرباط باش يبادروا لان الاجل يعني قريب. غادي يكون في الرباط بشكل بسيط لانني انا ساكن في الرباط والفريق اللي كيشتغل معنا كذلك قريب من مدينه الرباط. اذا غادي نبداو في الرباط من 23 الى نهايه الشهر، غادي نشتغلوا على يعني الجهه ديال الرباط والدار البيضاء ونواحيهما. شهر يوليوز سننطلق في كل المدن المغربيه، فلذلك المقاعد غادي تكون محدوده، فعفاكم اللي بغى يسجل يبادر يرسل لنا هذا الشيء اللي قلناه على الواتساب، وثم سنتواصل معه على الاجراءات الاخرى المتعلقه بتكاليف التكوين والمتعلقه بمكان التكوين ايضا. فنتمنى باش تنخرطوا معنا بواحد الشكل اللي هو كبير، لان هذه المساله هي مساله مستقبل ديال وليداتنا. بعض المرات يمكن كنديروا المراجعات لولادنا وكنقريوهم، راه بعض الاحيان لقينا وليدات اللي ظهروا عن طريق الادمان، اما الانترنت واما شي حاجه اخرى خايبه واما تعلموا شي مصائب اخرى. في الاولى نحميو اولادنا ونحضرهم خلال هذه العطله، وسنتعلم مع بعضنا ملي نجلسوا مع الوالدين خصنا نعلمهم كيفاش يتعاملوا بحب واحترام مع وليداتهم، وفي نفس الوقت وليداتهم خصهم يتحملوا المسؤوليه بكامل الحزم والمعقول. ستكون ان شاء الله دوره ثرية، سوف نستطيع بإذن الله تعالى أن نقنع أبنائكم بشكل كبير كبير جدا. حضوركم سيكون مهم جدا في هذه الدورة، واللي تعذر عليه من الآباء يحضر ممكن نتواصلوا معه عن طريق نرسلوا له بعض الأوديوات عن طريق الواتساب، لأن ضروري تكون عندك بعض المعلومات وبعض التقنيات كيفاش تتعامل مع الوليدات. هذه مسألة أساسية وضرورية. نتمنى إن شاء الله دخول علينا هذه الايام بالصحه والراحه، وكذلك بصلاح الذريه ان شاء الله تبارك وتعالى. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.